ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. ربنا لا تحمل فينا أخطأ، اللهم اغفر لنا وارحمنا يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا يا الله، اللهم تقبل شهدائنا، اللهم لك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد كل شيء. اللهم تقبل يا الله، تقبل الله جلود وجهات، تقبل الله، اللهم تقبل منهم يا الله رحمة الله، اللهم تقبل منهم يا الله رحمة الله، اللهم تقبل منهم يا الله رحمة الله، اللهم تقبل منهم يا الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم تقبل يا الله، اللهم تقبل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوة والأخوات السودانيين في الداخل وفي الخارج. ربنا إن شاء الله يديكم الصحة والعافية، ربنا يحفظكم يا رب العالمين. والله أكثر يوم فيه راحة نفسية والواحد مبسوط فيه لدرجة إنه جاي على باله انه يقوم ينطط ويقوم يكورك ويقوم يهلل ويقوم، بس ان احنا بنقول الله اكبر، كبر الله كبر الله، باذن الله سبحانه وتعالى الانتصارات لن تتوقف الا بتحرير كامل للدوله السودانيه. ما بنقول ولايه الخرطوم، ولا بنقول الجزيره، ولا سنار، ولا دا ولا كردفان، ولا دارفور، بنقول تحرير تام كامل للدوله السودانيه باذن الله سبحانه وتعالى. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، كبروا الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. وتقبل الله وتقبل الله تقبل الله. الإخوة والأخوات السودانيين في الداخل وفي الخارج، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جميعكم. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وين ما كنتم. والله أبشروا بالخير وأبشروا بالنصر وكبروا الله وأفرحوا، والله أفرحوا. الله أكبر، مبروك والله علينا جميعا، مبروك علينا الفتوحات والانتصارات، مبروك علينا التقدم، مبروك علينا كل التفاصيل، ومن حقنا نفرح. والما بيفرح والله ده إلا جنجويتي يا قحاطي، الزول اللي ما بيفرح ده الا الجنجويت والقحاطه ومن شايعهم ومن عاونهم. لكن اي سوداني حر في ظل الظروف والايام الحاليه اللي بنمر بها دي، والله السودانيين كلهم فرحانين، السودانيين الحق كلهم فرحانين. الله اكبر الله اكبر. التحيه لكم. يلا يا اخواننا، الناس تساعدنا بالشير وباللايك. اي زول بيجي بخش البث المباشر ده، موجود في صفحتنا دي في كل مكان، ادعمنا بالشير واللايك في كل مكان في كل مكان، عشان شفت انا اديك كل التفاصيل. احنا عودناكم انه بنقول الحقيقه، بنجي بنطلع بنوريكم كل التفاصيل الحاصله من غير زيف، من غير تكذيب، من غير اي اثنين ثلاثه، بنجي نطلع بنديكم الحقيقه. ما عندنا حاجه غير انه نجي نوريك الحقيقه. الحقيقة دي من اجي منقول لك، عشان كده اي زول الليلة في بشريات كبيرة شديد، والله انا دار الشعب السوداني ده كله يسمع، ودار الله يبدأ يوصل لاي بيت سوداني، اي بيت سوداني الله يبدأ لازم يوصل، عشان نوريكم انه نحن انتصرنا. اقسم بالله انتصرنا، اقسم بالله انتصرنا، وانتصار كامل كمان، مش انتصار صحيح. عشان كده الكلام اللي انا دار اقوله ده بسيط، ويجب على اي سوداني وسودانيه يعمل شير، ويجب على انه يوصل لاي بيت سوداني ولاي انسان سوداني، سواء كان داخل السودان او خارج السودان. دارين الناس تفرح، سنه وكذا من الشهور الناس دي ما فرحت، الليله دي ايام الفرح. عشان كده لازم اي سوداني يفرح، واي سودانيه تفرح، اي ام تفرح، واي اسره الشهيد تفرح، لانه جبنا الحقوق وانتصرنا. والله العظيم اقسم بالله انتصرنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يلا يا أخواننا، جدعوا الله في ده في أي محل في أي مكان، جدعوا. أنا ما حبدأ إلا الناس كلها تعمل شير على أوسع نطاق،
وتجي لأنه كل كلامنا جل كلامنا لا يتخطى حاجز 20 دقيقة. كل الكلام التعي ده ولا حاجة، كل كلامنا بيتخطى حاجز 20 دقيقة. لذلك إنه حننتظر إنه الجميع تعمل شير في صفحتك، في الجروبات، في 3 4 5 جروبات، 10 جروبات، 20 جروب في صفحتك، في الواتساب، صفحة واتس، جروبات الأسرة، كل أراكم جدعوا الله يبدأ أمد وكتروا من اللايك. الصفحة دي محتاجاكم، والصفحة دي البال الجنجويد، والبال الجناح السياسي بتاعهم، والبال الجميع الواقفين ضد القوات المسلحة بالله. عشان كده أخواننا بيقصدونا. لذلك أي زول يعمل شير سريع، شير الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته جميعكم. اليوم الخميس، اليوم الخميس 3 أكتوبر 2024، في البت رحم الله الشهداء وشفى الله الجرحى. التحية للقوات المسلحة، التحية للرجال الموجودين على أرض الواقع، قواتنا المسلحة، جهاز الأمن والمخابرات، القوات المشتركة، الشرطة. التحية للمستنفرين، التحية للكتائب الاستراتيجية، التحية لكل من حمل السلاح مدافعا عن الأرض والعرض. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلكم أخواني وأخواتي السودانيين، نحن لقد انتصرنا انتصار كبير جدا جدا. أول حاجة عشان الناس تعرف إنه الميليشيا انهارت، ميليشيات الجنجويت انهارت، انهارت انهيار تام بحمد الله سبحانه وتعالى، وذلك الفضل من الله سبحانه وتعالى، بفضل الله ثم عزيمة الرجال الموجودين على مستوى الأرض. التحية لهم. بداية نبدأ كلامنا بالفتوحات وبالتقدمات الكبيرة جدا جدا بالنسبة للقوات المسلحة على مستوى الخرطوم. أول حاجة الليلة أنا بقدر أقول لكم إنه عمارة زين، برج زين، كاكي أخضر، والله والله العظيم الساحل والصحراء كاكي أخضر. ها؟ أسمع الكلام ده كويس، برج زين كاكي أخضر، الساحل والصحراء كاكي أخضر، مجمع الشهيد أساسا قديم، المقرن دي أساسا قديمة، حدائق 6 أبريل والحدائق دي كلها قديمة. الليلة قواتكم المسلحة تقدمت اتجاه قاعة الصداقة، اتجاه القاعة، أسمع الكلام ده كويس، اتجاه القاعة، وسيطرت على الطريق، بمعنى انه الجيش بتاع المهندسين الان على مشارف دخول الموقع اكس، خلوه داخل وين دي الناس بتعرف تماما، سيطرت بطريقه واضحه الى المنطقه بتاعت شنو، زحف جيش اخضر لحد المنطقه بتاعت جامعه السودان. ده اسمه السيطره التامه على الخرطوم، والخرطوم في مقبل الايام القادمه دي اخواننا امره محسوم، نحن ما خايفين والله، لأن المنطقة دي أخواننا أصبحت شنو، منطقة بتاع سيطرة القوات المسلحة، خطين، طريق الخلا، طريق الغابة، والطريق الثاني، بمعنى إنه كوبري الفتيحات، كوبري النيل الأبيض، كويس، الكوبريين دين تحت سيطرة القوات المسلحة في داخل الخرطوم. القوات المسلحة متقدمة إلى قاعة الصداقة ولحد الجامعة بتاعت السودان. المنطقة دي كلها منطقة بتاعت القوات المسلحة في عملية بتاعت تقدم كبير جدا جدا. لجقمون أمر توتي محسوم، أنا توتي كلمت أكون عنها كثير، الآن بقول لكم توتي محيدة. التحييدة معناتها هي طالعة برا الخدمة، ما في داخل ما في خارج، ما في داخل ما في خارج، الطلقة اللي بتطلع ما في طريقة ثانية تدخل له. لذلك الميليشيا بتاع توتي الان، انا اقدر اقول الكلام ده، ميليشيا الجنجويد على مستوى توتي بتطالب بعمليه بتاعت خروج امن، والله العظيم انا بقول لك بطريقه واضحه، بتطالب بعمليه بتاعت خروج امن. الطريق ده سالك، الطريق سالك الان، قواتنا المسلحه متقدمه وما في اي خيار بيوقفنا،
والله ما في طريقه ثانيه بتتوقف، ما في اي حاجه. تسمع الكلام الفارغ البر ده، ما في وقوف يا اخواننا الى النصر. زمان الميليشيا بتاعت الجنجيت بيقول لك نحن جايين الحته الفلانيه دي، انا اسي بقول لكم نحن جايينكم جوا تودي، وجايينكم جوا الخرطوم 2 والخرطوم 3، وجايينكم جوا الطائف والمعموره واركويك وكل المناطق. ولا ما الكلام ما ده سنه. ومن هنا من حي الجيش بتاع جيش المدرعات الليله، الليله الجيش بتاع المدرعات ده استلم له يا اخواننا مخزن متكامل باسلحته، وعمليه بتاع التقدم اتجاه الرواد، والرواد ده مساله وقت. ده مش فهمكم يا جنجيوت، كنت بتتكلموا في اطار انه نحن جايين المنطقه دي، نحن جايين نقوم في مواقع. عفوا دي عين ولا ده شنو؟ دي عين واحد جنجويدي موجود معانا في البث المباشر ده، لعنة الله على الجنجويد اينما حل. شقالين بكجور، شقالين بكله. ها جنجويد شقالين باي حاجه. ها لعنة الله عليكم اخواننا، ما تعملوا شير يا اخوان، هاي اعملوا شير رقم حبايبنا. ويا ناس دي عين بتاعت واحد جنجويدي، ارحكم يا اخواننا اعملوا شير سريع، شير ولايك. طيب الحاجة دي عمليات التقدم ده نحن بنقوله بطريقة واضحة، جايين في الخرطوم 2 الايام الجاية دي. ما هو الكلام يا اخواننا ده نحن ولا ما ده سنه منهم، هم عارفين الحاجة دي، جايين لكم في الخرطوم 2 وفي الخرطوم 3 وفي الطائف وفي المعمورة وفي أركوي وفي كل المناطق دي. والله ما ده سن، والله ما ده سن، والتعليمات ما تجيبوا حي عديل، ما في حاجة اسمها لف ودوران، التعليمات ما تجيبوا حي، بل بس ما هي 2 3، بل بس ده شعارنا من بدت المعركة دي لحد اللحظة، مستمرين فيه، بل بس ده إطار الخرطوم. دقيقة يا اخوان، أنا الناس تعمل شير، لا يا شيركم ضعيف يا اخوان، احفوا لي يا اخي. الحمد لله. التعليمات الجاد يا اخواننا، التعليمات الصدرت انه بل بس، ما في اي تراجع، والله ما في تراجع، قدام بس ورب السماء قدام بس، ما في اي عمليه بتاع التراجع. الموقف العمليات على مستوى الخرطوم جايين لكم في اي مكان يا جنجويد، في اي مكان جايين لكم، ما ده السن منكم، ما ده السن، دي مش فصاحتكم اللي كنتوا بتسووا فيها نحن جايين. اها القرعه الليله عوين، عشان نديكم حاجه كمان، خرطوم 2 خرطوم 3، ها؟ نحن قرعتنا جايه الخرطوم 2 والخرطوم 3 وجايه جوا الطائف وجوا شارع حي المطار وشارع المطار، عشان نوريكم لا بطريقه واضحه كمان. ما في حاجه ده سنة منكم. حنبل لكم في اي مكان، جوا حنبل لكم وبرا حنبل لكم. ها؟ مشيتوا جريتوا لموسى هلال. ها؟ انا في عملية بتاع التواصل مع بعض المصادر الحقيقية قال لي الميليشيا بتاعت الجنجويد قالوا استعانوا في محاولة للاتصال بموسى هلال، وموسى هلال رفض انه يتكلم معاهم، وسطوا له واحدة من العمد مشى له لحد المنطقة بتاعته قال له يا موسى عيالنا بموتوا ونحن محتاجين لعملية بتاعت خروج من بحري، بحري يا سر الهواء. التحية للبراءون والتحية لجهاز الأمن، هيئة العمليات تحديدا، تحديدا هيئة العمليات. ديل كلام برا، والله والله كلام برا. الشغل الليلة تم في بحري ده، انتوا براون دايرين تصلوا وين يعني؟ كده سؤال، شغلكم ده ما بيقدروا على الجنجويد.
وحياد دينه ايمان الناس دي دقوا كده التعليمات جاتهم قال لهم لا ما بالطريقه دي، دقوا لحد الصافيه زبط وصافي تعليمات، قال لهم تعالوا تعالوا اوي كده ابردوا شويه ابردوا ابردوا والله جد قال لهم ابردوا تعالوا ما داير انكم تمشوا الصافيه دي اصلا قسم الصافيه والله العظيم جوا قسم الصافيه جات تعالوا قال لهم اطلعوا ابردوا شويه لحد قسم الصافيه. الشغله دي يا اخواننا في بحري في تقدم وكبير جدا كبير جدا جدا على مستوى بحري الحاصل الليله في شرق النيل، وده الشيء اللي بيفرح الناس. الحاجه اللي بتفرح الناس الشيء تم الليله على مستوى شرق النيل، شرق النيل الحاصل فيها شنو؟ طيب يا اخواننا انا شايف الميديا بيتكلموا لكن انا جايب لك شفت المليشة دي من جوا مصادرنا من جوا شرق النيل اكدوا لنا المعلومات الحقيقيه. اول حاجه في شرق النيل الليله في اشتباكات ثقيله جدا جدا بين المليشة بعضها البعض. انا عادتنا ما قاعدين نتكلم عن ذكر اسم القبائل تحسبا وتجنبا لتفاصيل كثيره جدا جدا ما دايرين نذكر القبائل، لكن الليله الموت الماتت المليشة على مستوى شرق النيل على حسب المصدر بيتكلم عن انه فوق ال 300 بني ادم ديل الليله في عمليه بتاعت اشتباكات، اشتباكات داخليه بين المليشة بعضها البعض في منطقة شرق النيل، في الحاجوسي، في حي النصر، في مناطق كثيرة جدا جدا متفرقة، الليلة حصلت عملية بتاعت اشتباكات ثقيلة جدا جدا. بقول لك فوق ال 300 ديل بيناتهم. السبب كان شنو؟ عشان نوريك انه في داخل المليشة ذاتها في يحتسبوا بشر على حساب بشر، في بشر في داخل المليشة دي ما محسوبين انه هم شنو؟ هم بشر ذاته اساسا. هم مهمتهم انه شنو؟ يأمنوا آل البيت، وآل البيت انتوا عارفينكم آل البيت في داخل المليشيا في البقية كلهم هم عبارة عن ناس يأمنوا آل البيت في داخل مليشيات الجنجوي اللي هم المهرية آل دقل عيال دقل وأقربائهم والناس المحيطين بهم. المشكلة بدت من هنا، قال لهم يا اخي انتوا واحد من الجماعه دي طلع قال لهم يا اخي انتوا ليش ما بتقاتلوا معانا؟ ناسكم ما قاعدين جوا العمارات وبيودونا نحن بيسوونا للتهلكه والليل كلكم الناس في ناس شاهدت الفيديو بتاع الود من الفلاتي من اهلنا الفلاته واحد جنجويتي يعني احنا لما نذكر اسم الفلاته فلاته ما جنجويت كلهم لكن الجنجويت اللي من قبيله الفلاته من تولوس الموجودين الان على مستوى مليشيات الجنجويت ليله طلع بكورك الكلام ده قلنا في بدايه المعركه طلعت انا واحد من الناس قلت لكم المليشيا دي في النهايه بتقدر بيكم وقال دغرو بيقدروا بيكم وقد صدقت فيما قلت بخشم الليله ذكر قال انه قتلوا لنا 10 حيقتلوكم كلكم لانه انتوا بالنسبه لهم ما بشر انتوا اقسم بالله العظيم انا اقول لكم انتوا بالنسبه لهم ما بشر الفلات الليله اولاد تلس الليله فيهم واحد انتوا عارفين القتلوا ده نوريكم القتلوا ما قتلوا منه قتلوا الجماعه القريبين من اولاد دقل والقاعدين المستلمين العماره في المنطقه بتاعت حي النصر ديل هم اللي قتلوه وشالوا سلاحه وشالوا عربيته ما انتوا عارفين انتوا ما عارفين حصلت عمليه بتاعت اشتباكات ثقيله جدا جدا طلعت انت بتكورك ليه؟ ما زمان قلنا لك المليشيا دي حتغدر بيكم والان غدرت بيكم خلد الجنوبيين في كم جنوبي في كم جنوبي موجود ونحن لما نتكلم بنحترم شعب الجنوب لكن انا بقول للمعتوه المعتوه الداعم لميليشيات الجنجويت وما زال داعم لميليشيات الجنجويت الزول بكرشن كبيرة عندكم مدخل كم الجنوب مدخل كم من الجنوب الليلة موجودين عندنا موجودين على مستوى مقبوضين مجموعات كبيرة جدا جدا مقبوضة الليلة الجنوبيين اتبلوا بل ما طبيعي في داخل ميليشيات الجنجويد جقمون منه أولاد إكس المسيرية الجنجويت من قبيلة المسيرية والمسيرية دي ما كلها جنجويت الناس لازم تعرف الحاجة الجنجويت من قبيلة المسيرية الليلة الموجودين معاهم شوية صعاليك من آل دقلو
لموا الليله في الجنوبيين وحاط الله. طبعا في ناس بيحاولوا يصوروا لك الحاجه دي انه ده ديل الاستخبارات العسكريه بتاعت ميليشيات الجنجويت. نو شغل قبل عديل يا زول، انت ازرق ذاته ونحن ذاته ما دايرينك. ها قاعد قال لهم انا البندق دي وفكيت طلقه وقتل اطلع واحد من الجماعه دي لك اهل البيت. كيف تقتلوا؟ ما انتوا قاعدين تقتلوا في الجنوبيين ده كل يوم. ها الجنوبيين جوا الميليشيا دي ما كل يوم قاعدين تقتلوا فيهم. لكن الليله لما حصلت الاشتباكات ردخوهم لك الجنوبيين، قاموا ردخوا لك الجماعه دي ردخ ثقيل في شرق النيل. بل زي البل في شرق النيل. قاموا طوالي ديل بعمليه بتاعت رد. ردوا دقوا في الجنوبيين التابعين لميليشيات الجنجويد، دقوهم ردخوهم لك ردخ ثقيل، جرحاهم ذات وحصلوهم يا اخواننا في الدفارات جقموهم. والله انا بكلم فيني مصدر موجود قال لي الناس دي وصلوا معاهم لحد المستشفى. اي ذول جريح لموا فوقه جقموه، اي جريح تابع خليه يجقمون جب. ده يا هم يا ابكريش كلكم عارفين مستشار الله بتاع الحكومة بتاعت الجنوب. ها دين ناسك يا هم، دين ناسك. نحن الآن هم نحن ما هو أصلا لو ما فجقونا الجنوبيين نحن بنفجقهم، نحن ديل بنفجقهم. لو ما فجقتهم المليشيا ذاتها بعضهم البعض مشتبكين، نحن ما حنخلي فيهم زول، حنكملهم صد، لأنه هم واحدة من أسباب المشكلة الأساسية اللي قاعد تحصل الليلة على مستوى الدولة السودانية. والآن أنا بتكلم لك والله يجي اقول لكم حاجه، قوات مسلحه الان ما هي واقفه، هي اصلا حتصل. لكن انا اقول لك بالواضح الايام الجايه دي في شرق النيل الجيش ده ما حيخسر فيهم طيله، والله جد ما حيخسر فوقهم طيله نهائي. ديل يا اخي اقول لك حاجه، جنجويد ديل اقسم بالله العظيم والله نحن حق الطلقه دي بعد ما تطلعها كده تعمل فوق العمليه ديك، شفت العمليه ديك؟ حتى انت شيلت بالله بقى واحد جنجاب جسيم يا اخي والله عليهم اينما حلوا اينما قاموا. عموما الناس لازم تعرف تماما انه الاشتباكات ثقيله، ربنا يجعل كيدهم في نحرهم يا ودود، في بعضهم البعض على مستوى شرق النيل. والموت بالمئات، الموت بالمئات، لدرجه انه بيطلعوا بيناجوا في قائد الميليشيا والجقلوا الا لعنه الله عليه اينما حل بينادوا فوقه. دي حاجه لازم الناس تعرفها. وجاي جايهم اشتبكوا ما اشتبكوا في الجيش برضه جايب الباقي فوقهم ده بس يا هو ذاته قلقاك. ها قلقات اسمه قلقات، ده اسم بتاع المستشار بتاع الجنوب ده اسمه القلقات ده. هاي فهمتني انت؟ جايهم الجيش جايهم، ما داير الكلام ده يا اخوان العربي ده واضح، الجيش جايكم. وانا ذاتي بتمنى انه قوات المسلحه دي تمشي تمسك لنا من الجماعه ديل من الجنوبيين ديل المعرضون زمان احتراما لتفاصيل كثيره ان احنا دايرينهم الان، امسكوا لنا منهم احياء والروم، طلعهم في تلفزيون السودان زي ما طلعتوا قبلهم مجموعات كبيره جدا جدا، طلعوهم. ده بما يخص الخرطه. محور المصفضة يا اخواننا فوقه شغل، قالوا الناس ما تطلع. والله جد وانا ما حقدر اطلع، محور المصفى فيه شغل ما دايرين نطلع. نمشي طوال يا اخواننا، ننتقل للموضوع الاساسي. يا اخواننا الناس الموجوده 5000 موجودين على مستوى البث المباشر او 6000، الناس تعمل شير ولايك رجاء، يعني رجاء الناس تعمل شير ولايك في اي مكان، شير ولايك سريع في اي مكان. طيب يا اخواننا نخش على السريع الفتوحات الليله على مستوى منطقه سنار وجايين لي مدني. الليله كل الشغل التم ده، اول حاجه جبل مويه وفنجوغا والمناطق دي كلها، والسوق خارج الخدمه، السوق خارج تحييد بمعنى حصار السوق. ده اللي حصل الليله، 3 مواقع تم تحريرها من ايادي ميليشيات الجنجويد، بالاضافه لشنو؟ بإضافة منطقة السوق الآن خارج الخدمة اللي هو عملية بتاعة حصار السوق. يعني باقي الليلة اليوم ده لحد بكرة ما في حاجة يقولنا لك ده سنة منكم تاني، السوق جوا وبدين دير وسنة وسنجة، الثلاثة دير بإذن الله سبحانه وتعالى يتم تحرير زي ما تم تحرير المنطقة بتاعة جبل موية. جبل موية يا اخواننا الآن كاكي أخضر كده، جيش تقيل على مستوى المنطقة بتاع جبل موية، جيش تقيل في منطقة جبل موية.
وده الموقع الاستراتيجي اللي اساسا منه بيتم تحرير الجزيرة، بيتم دخول مدني، بيتم دخول كل المناطق اخواننا اللي فيها ميليشيا بتاع جمجويد على مستوى الغورة كلها، حيتم الدخول عبر من وين؟ من النقطة بتاعت جبل موية. جبل موية ده مدني راس، وزي ما قلنا لكم الان هو مدني دي مخطوطة كده في كفة بتاعت الفريد، دخول اصبح مسألة بتاعت وكيل. الليلة الخطوة في تحرير مدني، الخطوة الأولى في عملية بتاع التحرير مدني، الاستلام التام الليلة للمنطقة بتاع جبل موية. والله العظيم أنا بقول لك بالواضح ولا داسية منك، أقسم بالله العظيم الخطوة في تحرير، اسمع الكلام ده كويس، الخطوة في عملية بتاع التحرير مدني الأولى تمت الليلة والله بتحرير جبل موية. تمت الليلة اليوم ده بتحرير جبل موية، بمعنى إنه 200 وكيف دي الجيش بيعرفها، لكن الخطوة الأولى تمت والطريق لحد الصباح يتفتح. ده إذا ما سمحت الصباح إنه تم تحرير السوكي وتم تحرير الدندر وتم تحرير المناطق دي وتم دخول مدني. ده إذا ما إتوا الصباح، قمت من الصباح سمحتوا الكلام ده. فأنا أتوقع تماما وبوعدكم إنه الانتصارات يا أخواننا، التقدمات والفتوحات الحاصلة دي ما في أي طريق وما في أي حاجة بتوقفها. الجيش ده ماضي بخطة ثابتة، لا بسمع لكلامي أنا، لا بسمع لكلام فلان، لا بسمع لكلام علان. الجيش ده عنده خطة استراتيجية بيطبق فوق على أرض الواقع، ماشي بيها الآن، ماشي فيها وبيطبق فوق بحذافيرها. ما تسمع الكلام الفارغ ده. الجيش ده أخواننا عنده خطة معينة الآن شقها لفوق، عملية بتاع التطبيق على أرض الواقع. تتذكر يوم من الأيام نحن الناس دي كلها طلعت بتكورك وبتدق، الجيش بيسمع؟ شفت؟ ما قاعد يسمع عادي، ما قاعد يسمع، لكن الآن بيطبق في حاجة هو عارف تماما إنه شغال على شنو، ومتقدم. متقدم بمعنى إنه حيبل النام دي، بل الناس ما تنوم ذاته، ما تنوم، شغال فوقهم. عشان كده المنطقة دي، المنطقة بتاع جبل موية دي الفتوحات الحقيقية لعملية بتاع التحرير مدني. وجايين ليه مدني؟ مدني دي جايين ليها بطريقة واضحة. كيكل انا من مصادرنا سمعت انه كيكل ده اخواننا شغال يجلب بيجيب حلقة مشتعلك شنبك. والله حلقة شنبك عملت هناي ذاته من عمل ليك بل بالشطة، بالواضح بالشطة، بالدكوة، بكله، فهمت؟ حتدعم لك. فالمسألة مسألة أيام لحد ما تكون المعاملة كيف. وكيكل ده من الناس اللي أساسا كتار طالبينه، كتار جدا طالبينه، دايرين شنو يستلموا خطوة، لكن أمرك بيجي. طيب يا أخواننا، الحاجة الثانية والمهمة شديد، الناس لازم تعرف تماما إنه الليلة على مستوى الفاشر. أول حاجة بحمد الله سبحانه وتعالى وبفضل الله وبفضل إخواننا في المشتركة مع القوات المسلحة، استطاعت القوة المشتركة الليلة يعني تخلق عملية بتاعت هدوء حقيقي على مستوى الفاشر. رغم أنه في الصباح كانت في عملية بتاعت تدوين بسيط كده، لكن القوة المشتركة استطاعت أنها تحيد مع القوات المسلحة، تحيد المدفع كان بدون على مستوى الفاشل. والحمد لله رب العالمين. أنا ممكن من قبل أكثر من 4 يوم ما قدرت أسمع لي صوت زول من الفاشل، الليلة اتكلمت الفاشل بحمد الله، وكمان فيديو كول مع واحد من الأخوان، ربنا يحفظهم وربنا يديهم الصحة والعافية. منطقة بتاعت الفاشل استطاعت أن القوة دخلت المنطقة بتاعت الفاشل تأمن تأمين كويس جدا، وقدروا تماما انه المحور الجنوبي اللي بيتكلموا عنه الناس انه اكثر المحاور يا اخواننا فوق عمليه بتاع الدخول من قبل الميليشيا، القوات المسلحه مع القوه المشتركه استطاعت انها تقلق المحور ده وتطرد الميليشيا طرد كبير جدا جدا وتطلعهم في المحور ده. تحديدا حصلت عمليه بتاع معارك يوم امس وصبيحه امس، حصلت عملية بتاعت معارك تقيلة جدا جدا، استطاعت القوى المشتركة مع القوات المسلحة تكبت العدو خسائر كبيرة جدا جدا وتستلم منه عربات حية. ده على مستوى المحور ده. الليلة الميليشيا بتاعت الجنجويت يا اخوانا
تسحب مجموعات كبيرة جدا جدا من الناس الموجودين على مستوى المنطقة بتاعت مليط، من منطقة مليط والمنطقة بتاعتنا، لعملية بتاعت دعم إسناد الجنجويدون الموجودين على مستوى الفاشر على مستوى المحور الجنوبي. لكن والله الحمد لله رب العالمين، قبل ما يصل قطع الطريق والمشتركة، جقمة جقم واستلمت منه ما استلمت. المحور ده يا أخواننا من جد، المحور بتاع الطينة مؤمن، محور الطينة مؤمن فوق قوات من جد. المحور ده لحد ما تخش جوه والدليل على ذلك انه الاغاثة بتاعت اليو اين دخلت لحد الفاشر قبل كم يوم دي من المحور الجاي من جد. لكن المحور بتاع ادري ده المشكلة الأكيدة اللي الآن بتستخدم ميليشيات الجنجويد في دخولها. وأنا أبشركم مجموعة كبيرة جدا جدا دخلت من ميليشيات الجنجويد بعربات من جهة لاتجاه الجنينة على أساس إنه دايرين يطلعوا منه يطلعوا أسره، ومجموعات كبيرة جدا جدا من بعض الأسر بتاعت الميليشيا الآن تطلع من بعض القرى يا إخواننا سهابا لجهة. والناس قد تكون شاهدت الفيديو. الشغلة دي يا اخواننا انبشكت وانتهت عديل. الليلة اخوانكم في غربي دارفور، المحور بتاع كلبوس والمناطق دي، جقموا المليشة جقم تقيل جدا واستلموا منهم مدرعة إيمالانية، فاهمين؟ مدرعة تابعة لدويلة الشر، المدرعة تندرة، مش مدرعة تندرة، عربية تندرة تابعة لدويلة الشر فوق أجهزة بتاع التشويش بيك حي استلمها منهم. الآن موجود عندهم ده على مستوى المنطقة بتاعة المحور بتاع 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 كلبس. عموما الناس تعرف تماما انه الميليشيا لما اتضغطت، الكلام ده انا بقوله لكم، الناس تعمل شير ولايك في كل الجروبات. الميليشيا لما خلاص اتضغطت يا اخواننا، أنا الكلام ده يعني سمعته من بعض الأخوان لكن ما كنت بصدقه، لكن اتصلت عملت اتصالات على أساس إنه أتأكد هل إخواننا الكلام ده. بالفعل جاني التأكيد من ناس قريبين جدا جدا لموسى هلال، من ناس قريبين جدا، أولاد ده قالوا حاولوا في عملية بتاع التواصل مع موسى هلال. موسى هلال طبعا عشان لأنه موقفه كان واضح من بداية الحرب دي وقال كلامه، كانوا هما في عملية بتاعت محاولة اغتيال وتفاصيل دي، فقام الحاجة اللي أنا عرفتها إنه رفض التواصل. قاموا رسلوا لي زول عديل يا جماعة، رسلوا زول عديل واحد من قبيلة عمدة ولا شنو، رسلوا لي ولحد ما مشى قعد معه دارين يتوسط ليه. والله العظيم أنا الكلام ده أخواننا ما كلام ميديا ولا كلام الفارغ اللي بقوله ده، الكلام ده كلام حقيقي والله. مشى عديل قعد معه على اساس انه يتوسط، التوسط لمنو؟ التوسط لقياده القوات المسلحه بانه تحصل عمليه بتاعت انا قبل اليوم قلنا لكم، انتوا قاعدين الكلام اللي احنا قاعدين نقوله ده ساي، ما قلنا انه في قيادات من ميليشيات الجنجويد موجوده على مستوى بحري في عمليه بتاعت حصار. والله العظيم الكلام ده حقيقي، وتحديدا هم بيقصدوا جزئيه معينه انه الناس الموجودين عملية بتاعت خروج آمن، إنه دايرين هم ما عكسنا بثقة إنهم يعني ديل أولاد القريبين اللقر، لا ما قريبين اللقر، هم اتكلموا معه على أساس إنه توسط لخروجهم باعتبار إنهم بيقربوا له كشيخ موسى هلال. والله العظيم يا أخوان أنا بقول لكم الكلام ده حقيقي. قال لهم شنو؟ قال لهم اسمعوا هنا، زمان كلمتكم قلت لكم عيال دقلوا بسقطوا حجركم، الكلام ده قالوا عيال دقلوا بسقطوا حجركم. قال لهم زي ده، أنا لا بتوسط ولا بعمل على الإطلاق، تاكلوا ناركم. لما قال لهم طلعت وقلت لكم إنه أنا داعم للدولة وموقفي مع الدولة وعمري ما حقيت ضد الدولة، هاجمتوني وحاولتوا تختالوني، رسلتوا لي زول من جد رسلتوا لي واحد انه يجي يقتلني، لكن بقدرة الله سبحانه وتعالى الحمد لله قدرنا نكشف وتحقق معه، وتم التحقيق معه عديل كده. اسمع كلامي ده كويس، تم التحقيق معه عديل كده وبفيديوهات
مصورة قاعدة انه تم التحقيق معه على اساس انه هو اكد قال يا اخي انا مرسل من قبل منو؟ من قبل عبد الرحيم دقل. عادي كده قال انا مرسل من قبل عبد الرحيم دقل. قال لهم خلاص لما انزنبتوا الان جايين دايرين تقولوا انه نجيب؟ قال لهم تاني ما عندي لكم حاجه. وحتى قال لهم لو انا مشيت اتكلمت مع قياده الدوله مع البرهان ذاته، البرهان ذاته ممكن يعتبرني انا ذاتي خاين ويقول انه انا ذاتي داير اجيك مع منو؟ نجيب مع الملكة، عشان قال لهم انه ذاته ما حيسمع كلامي بعد اليوم ده. فالمساله دي قال لهم امرها اتحسن. فده بيأكد لك تماما الانهيار الكبير اللي انهارته الميليشيا بتاعت الجنجويد، وانهم الان بيفتشوا له العمليه. شوف ما في اي طريقه لعمليه بتاع ايقاف المعارك دي، لكن ودي اهم جزئيه وانا داير الناس تركز عشان تسمع الكلام اللي انا هقوله ده بطريقه، ونوري الناس طريقه المخرج من الحاجات دي شنو. يا اخواننا الناس تعمل شير وتركز معي كويس الكلام ده. طيب تتذكروا في بداية المعركة لما القوات المسلحة في فترة من الفترات كل ما تتحرك بتجي عملية بتاع الضغوطات دولية على قيادة القوات المسلحة بأنها ما تتحرك، وتحصل عملية بتاعة شنو؟ تحصل عملية بتاعة إيقاف حرب أو إيقاف للحرب لمدة بتاعة 3 يوم 4 يوم 5 يوم بتحصل الحاجة دي. وبتتذكر كل ما تحاول القوات المسلحة في عملية بتاعة إنها تتخطى أو تتقدم بتجي الحاجة دي. الكلام ده الناس بتتذكر صح؟ هدنة، بيقول لك دي هدنة 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 هدنة، صح ولا ما صح؟ طيب الآن القوات المسلحة استطاعت إنها تجيب السلاح وتجيب كل التفاصيل اللي كانت ناقصاها، وإنها تتقدم الآن، والآن متقدمة في كل المحاور، الآن متقدمة، كل الناس شايفة الحاجة دي. طيب الميليشيا الآن بتتوسط داخليا زي الشيخ موسى، زي موسى هلال، وخارجيا الان كلكم بتسمعوا بانه الاتحاد الافريقي والدعوه للاتحاد الافريقي والمبعوث الامريكي، وخطوره الكلام اللي قاله المبعوث الامريكي الليله اليوم، وانا جاي داير اتكلم في الجزئيه دي عشان اوري الناس المؤامره وخيوط المؤامره واللي قاعد يحصل. اول حاجه الليله المبعوث الامريكي اتكلم في صرح تصريحات كده غريبه جدا جدا يوم امس، اتكلم في اطار انه الدعوة للاتحاد الافريقي بعملية بتاع الدخول، دخول قوات أممية في داخل السودان. طيب معروف انه الاتحاد الافريقي طيلة الفترة الزمنية المضت دي كلها في داخل دارفور كانت في عملية بتاع قوات أممية تفوق الكم 60,000 على مستوى ولايات دارفور اللي هي قوات اليو ان، كل الناس بتعرف، وانا زرت معسكرات وشفت بعيني. طيب هل المعسكرات دي كانت بتحمي انسان دارفور؟ لا. كانت شغاله في عمليه بتاعت حمايه؟ لا. كانت شغاله شنو؟ كانت بتحمي المصالح الخارجيه الموجوده على مستوى شنو؟ على مستوى السودان اللي هي قوات اليونميت. من ضمنها من اكبر المعسكرات كانت موجوده معسكر اسمه معسكر رواندا. القوات دي من شتى الدول الافريقيه، من اكثر من 22 دوله على مستوى افريقيا، اكبرها كانت انذاك في داخل السودان دولتين، رواندا والكونغو، رواندا والكونغو، رغم المشاكل اللي كانت حاصله في الكونغو. طيب ما كانت بتحمي الانسان السوداني، بل كانت بتساعد على شنو؟ على انه تحمل المصالح، بل بتأجج في الصراعات في على مستوى دارفور لتبيع السلاح، عشان الشركات الكبرى العالمية تبيع السلاح. القوات المسلحة آنذاك وحركات الكفاح المسلح في الفترة ديك لما كانت القوات بتاعت اليونيميت موجودة كانت بتأجج في عمليات الصراع عبر هجوم لبعض أفراد في مواقع معينة على أساس أنه تكون في عمليات بتاعت رد. الحاجة دي كانت بتعمل شنو؟ بتعمل على انتاج اكبر قدر او يعني بيع اكبر كميه من الاسلحه على مستوى المحورين، بمعنى انه نفس الزول بيبيع للقوات المسلحه انذاك السلاح، نفس الزول نفس الشركات اللي كانت بتبيع للحركات المسلحه انذاك حركات الكفاح المسلحه السلاح.
دي واحدة من الوصايا الحقيقية دخل بها الزريعة دخل بها. الحاجة الثانية اللي هي المصالح شنو في دارفور، شنو من المصالح الموجودة على مستوى دارفور كانت بتحميها قوات اليونمي. طيب أول حاجة كانت في ولا زالت والمطارات الآن اللي بتستخدمها الميليشيا بتاعت الجنجيوس سواء كان على مستوى نيالا المناطق على مستوى شمال دارفور على مستوى مواقع كثيرة جدا جدا موجودة لحد اللحظة كانت بتستخدمها قوات اليوناميت داخل الدولة السودانية عشان تسرق بها الموارد. وجبل عامر ده ما كان شقال من الليل والأمش، جبل عامر ده كان شقال منذ كان شقال. نسبة الذهب اللي كان بيهرب عبر القوات بتاعت اليوناميت كان كبير جدا جدا آنذاك. طيب الناس فهمت تماما انه وجود القوات الأممية اللي كانت موجودة قوات اليوناميت هي عبارة عن قوات بتحمي المصالح الخارجية وبتأجج الصراع على اساس انه الشركات الكبيره بتاعت الاسلحه تبيع اكبر قدر من من الاسلحه للاطراف المتقاتله. دي مهمتهم الاساسيه. طيب نجي نتكلم في اطار انه المبعوث الامريكي توم بريلو الليله اتكلم تصريحاته قال انه وجهنا أو تواصلت مع الاتحاد الإفريقي على أساس دخول قوات أممية داخل السودان لحماية المدنيين. دي واحدة. ثانيا قال شنو؟ قال القوات المسلحة أصبحت أكثر عدائية وتطرف. أنا دايرك تاخد ألف خط تحت كلمة وتطرف، أكثر عدائية وتطرف. الزول ده العبارتين دي ليه استخدم إنه القوات المسلحة أكثر عدائية وتطرف؟ يختار الجملتين دي يا أخوانا لأنه دي الذريعة الحقيقية اللي دايرين يدخلوا بها القوات الأممية في داخل السودان، ودايرين يدخلوا بها القوات دي في داخل السودان. طيب التطرف جاي نتيجة لشنو؟ طيب التطرف ده يا أخوانا بدت دويلة الشرفي قبل أيام بناء على إنه قالت يا أخي في داخل السودان هناك جماعات إرهابية متطرفة طلعوا قالوا إنه ضربوا سفارتنا، نفينا الكلام ده، قالوا إنه القوات المسلحة بيقاتلوا معاها اللي هم الكيزان هم الجهات الإرهابية والتفاصيل دي. الناس نفت الكلام ده بعينه ديل سودانيين ما عندهم أي مشكلة. فالإعلام بتاع القحاطة والإعلام بتاع الميليشيا هو الآن شغال شغلة خبيثة جدا جدا. وما تفتكروا إنه الزول الطلع يتكلم عن برنامج تسمية الشارع المعونة باسم شارع البراء ابن مالك أو أي كانت المسميات. الكلام ده يا أخواننا بالمناسبة هو مقصود، ركزوا معانا كويس في الجزئية دي. ما ساي، ما في زول بيطلع ساي بيتكلم له في إطار إنه يقول لو نزل، لا لا لا. الكلام ده يا أخواننا الناس لازم تفهم تماما إنه أبعاد شنو. طيب بتتذكروا قبل كم يوم كده الإعلام ده ضج في المتعاونين؟ المتعاونين يا أخوانا يعني أنا ذاتي بقول إنه متعاون ده يا أخوانا ما تجيبوا حي، متعاون ده واحدة من أسباب الحرب. وهنديرة كانوا ما متعاونين فقط، كانوا مع ميليشيا بتاعت الجنجويد. التم بلهم الفيديو اللي تصور طلعت الصفحات بتاعت القحاطة بتتكلم فوقه ده اشتغلوا به شغل تقيل جدا جدا بناء على انه وصلوا لشنو؟ وصلوا للمبعوث الامريكي. المبعوث الامريكي بدا يفند بناء على الحاجات دي وهم دايرين لهم ذريعه بتاع الدخول ودايرين لهم ذريعه الدخول زاده على اساس انه تراجع القوات المسلحه لانه الميليشيا الان منهار والميليشيا الان على وشك الانتهاء. فلما يطلع يقول لك يا اخي انه اكثر تطرفا، ما التطرف ده شنو؟ بمعنى انه القوات المسلحه دي هي جهه غير رسميه في الدوله او اللي بيقاتلوا الان في ميليشيات الجنجويد دي هم عباره عن جنو، هم دواعش وارهابيين والكلام ده. طيب دي الذريعه الان بيفتش عليها توم بيرلو ودويله الشر. وده ما توم بيرلو طبعا، هو ما هو القصد، لكن دويله الشر الان هي اللي بتملي عليه التفاصيل دي بناء على انه يدخل الدوله السودانيه بذريعه انه الآن القوات اللي بتقاتل دي أو قوات القوات كتيبة البراء الآن اللي بتقاتل مع الجيش دي هم إرهابيين وهم دواعش وهم. طيب
انا عشان كده الكلام ده مهم جدا وانا داير الناس تركز فوق عشان تستوعب. طيب يا اخوانا، قلنا ان القوات المسلحه الان، القوات المسلحه الان لن تتوقف العمليات العسكريه، الكلام ده لازم الناس تعرفه. لكن الضغوطات الممكن تنتج في مقبل الايام القادمات، ركزوا معي كويس، الضغوطات الممكن تنتج في مقبل الايام القادمات دي يا اخوانا قد تأثر على سير العمليات العسكرية. والكلام ده انا بقوله لكم الان، ركزوا معي كويس، بتأثر على سير العمليات العسكرية كيف؟ في اذا تم الضغط على قيادة الدولة من قبل اللي انتوا عارفينهم على اساس انه يقعدوا في عملية بتاعة طاولة جديدة، فدايرين برهان، مش برهان سيد القائد العام، دايرين برهان على انه تتوقف العمليات العسكرية على اساس انه يطلعوا بها منه، يقدروا يخلوا ميليشيات الجنجويد او قواتهم تاخذ نفس وتنكرب على اساس انها تقدر تقاتل القوات المسلحة، بمعنى انه دايرين لهم فرقة للقوات بتاع لميليشيات الجنجويد انها تشد حيلة او يضل الامداد، لانه عارفين انه القوات المسلحة دي واصلة وحيتم بلهم، حيتم بلهم. طيب القيادة العسكرية، نحن رسالتنا لكم انه الان بما انه الكلام ده اتقال ومن قبل المبعوث وانه القوات اكثر عدائية وتطرف، شوف كان قال اكثر عدائية تطرف، شفت كلمة التطرف دي؟ معناته يا اخواننا انه الناس برمجوا فيديوهاتهم وعملوا حاجاتهم بناء على انه يضغطوا بها القوات المسلحة عبر الامم المتحدة، عبر مجلس الامن، عبر الاتحاد الافريقي، عبر تفاصيل كثيرة جدا جدا هم دايرين يضغطوا. طيب عشان كده في الايام الجاية دي لابد من انه الشعب السوداني كله، لازم كل الناس الداعمين القوات المسلحة من يوم بكرة ده الجمعة دي تجديد عهد دعما للقوات المسلحة والخروج من بعد صلاة الجمعة مباشرة على مستوى كل المساجد في السودان وخارج السودان، يطلع الناس تنديدا في دعمه للقوات المسلحة وشرعية القوات المسلحة في حماية الوطن وحماية العرض والمواطن. لازم كل الجميع يطلعوا منددين، لأن أخواننا نحن قبل اليوم طلعوا الناس على مستوى الشوارع، قدرنا تماما في بورسودان نكسر حاجز التدخل. الآن نحن محتاجين الحاجة دي أخواننا، لأن الشغلة دي أخواننا قاعد تطبخ الآن، قاعد تطبخ. طالما إنه ده طلع في عملية بتاعت اتصال مع الاتحاد الإفريقي وإنه القوات المسلحة أكثر عدائية وتطرف، فنحن متوقعين تماما كل الممكن ينتج في الأيام القادمة. القيادة بتاعت القوات المسلحة دي في النهاية هم بشر، في النهاية هم بشر. لذلك أخواننا نحن لابد من انه نطلع يوم بكره يوم الجمعه ده الجميع بعد الـ بعد الـ بعد الـ بعد الصلاه كل الناس تطلع في عمليه، ويا حبذا لو الناس كتبت اللافتات باللغه الانجليزيه، لو كتبت لا للتدخل الاجنبي في السودان، اتمنى الجميع يكتب الحاجات دي، لا للتدخل ودعما للقوات المسلحه ومع قياده القوات المسلحه لحمايه العرض والوطن. اخواننا يا ريت الناس تكتب اللافتات دي بكره وتطلع بخروج كبير جدا جدا، بناء على انه نحن زي ما بقول شنو نكسر الدش في ايادي هؤلاء الخونة في الخارج. والشغل ده كله شغل دولة الشرق كله. الان هي اخواننا اعلنت التحدي، أعلنت التحدي اتجاه الدولة السودان، بمعنى إنه النازل يا نكون أو لا نكون، لكن نحن منقوله بكل وضوح إخواننا الموجودين هناك، نحن زي ما عندنا هنا في داخل السودان ده إخواننا عندنا ناس حياتهم دي فدا للوطن، وهم مستعدين إنه إن كتائب انتحاريين عديد قصاد الوطن، والله في داخل دولة الشرع عندنا، في داخل دويلة الشرع عندنا، فنحن حنوجه لهم الرسائل في الأيام القادمة. حتكون عندنا الرسائل اليوم، حتكون عندنا الرسائل، والحصل في دويلة دويلة الشيطان الأكبر حيحصل عندهم هناك بإذن الله سبحانه وتعالى، وحتبدأ منا الأبراج بتاعتكم. والكلام ده نحن حنوجهه في الأيام الجاية على اخواننا الموجودين هناك. ما في فدائيين دي قالوا له جوا السودان، واقسم بالله الفدائيين ديل الموج في دويلتهم دي، في فدائيين والله العظيم بيشتغلوا شغل عجيب. لذلك اخوان المؤامره الان تحاك. اول ما دخلت القوات المسلحه وبدات في عمليه بتاع التقدم، شفتوا الصراخ الخارجي،
مليشة الجنجويد دي انهارت ونحن منتصرين على بلاش، لكن القوات المسلحة دي استمراريتي في المسار دي اخواننا بتعتمد عليكم انتو ذاتكم في دعمكم ووقوفكم بعد صلاة الجمعة بكرة وفي كل يوم، في كل يوم الناس لا للتدخل الأجنبي اخواننا في السودان، دعما للقوات المسلحة وقيادة القوات المسلحة، اكتبوا في هاشتاج لا للتدخل الأجنبي في السودان، الناس كلها اخواننا تنزلوا على هاشتاج في كل المواقع، لأن اخواننا الشغلة دي بدأت تطبخ خلاص على وشك على وشك، فهمتوا؟ لذلك نحن هم بيقولوا انه القوات دي تحمي منه، تحمي المواطن، المواطن دايرين نثبت انه المواطنين لابد من خروج كل المواطنين، ناس كوستي تندلتي، ناس النيل الابيض عموما، ناس كسلة، ناس بلاد البحر الاحمر، ناس نهر النيل، ناس الشمالية، ناس كل الجميع اطلعوا في مسيرات اكتبوها، يا ريت الناس تكتبها لهم باللغة، يكتبوها باللغة الانجليزية ويرفعوها على مستوى واسع جدا جدا ويطلعوا بها وتصور فيديوهات نحن بنرفعها في كل ما في كل مكان نحن بنرفعها عشان نكسر لهم الدش في يدهم. الحاجة دي يا اخواننا لازم تبقى، لازم تبقى نسبة لخطورة الكلام اللي بنقول فوق ده، لأنه نحن عارفين يا اخواننا هم دايرين لهم ذريعة. لذلك أنا بقول بوجه مش بوجه عفوا بوجه رسالة لقيادة الدولة السودان، وجه رسالة لكل الأخوان الموجودين في كتيبة البرة وفي كل الكتائب الآن اللي بتقاتل جنبا إلى جنب على القوات المسلحة وتحت قيادة القوات المسلحة. الإخوة أسمعوا كلامي ده كويس، لازم تفهموا تماما إنه شنو في جهات إعلامية داخلية بتحاول إنها تخلق صوت عبركم بكل التفاصيل، دايرة تخلق صوت عبركم أنتو، لأن هم بيفتكروا إنه كلمة البراء أو البراءون ديل ديل عبارة عن كيزان ومتطرفين والتفاصيل دي، فهي داير تخلق شنو ردود الأفعال الطبيعية. أنا ما دايركم تدولوا على الإطلاق، سواء كان القحاطة أو إعلام إعلام الميليشيا أو الإعلام الخارجي، داير لي ذريعة لما يجوا يتكلموا عنكم حتى قيادتكم ذات المتمثلة في أخونا المصباح. من هنا رسالتنا لك، اي عملية بتاعت كلام من قبل الاعلام ده لازم الناس تركز فوق، لانه هم دايرين لهم ذريعة عبركم انتو. ليه قصدوكم انتو؟ ليه ما قصدوا المشتركة؟ ليه تحديدا ما قصدوا المشتركة؟ ما بيقدر. ليه ما قصدوا جهاز الامن هيئة العمليات تحديدا؟ ما قصدوها، ما قصدوها. عشان كده هم الان بيقولوا انكم انتو صقار، وبيقولوا انكم انتوا دايرين يوقعوا فيكم ذريعه انه يخلوكم تغلطوا الاخطاء اللي يقدروا يصوروها عليكم. فلذلك انا بوجه لكم رساله، انتوا شقالين والله، نحن قلناها من لا يشكر الناس لا يشكر الله، فشكرا لكم على كل الاشياء اللي بتقوموا بها، والله نحن منثق انكم ما فيكم زول يا اخواننا الليله طالع بناء عليه حزبه، ولا كلكم طالعين من اجل الوطن ومن اجل العرض ومن اجل الواجب. ودي ما قلت انا، حتى قال جناب سعد ياسر العطا وقالوا السيد القائد العام البرهان في انه اخواننا ديل جونا، قالوا يا اخواننا نحن ما جايين بحزب، ما جايين باي حاجه، جايين عشان نجيب مع القوات المسلحه وجايين عشان نجيب في عرضنا وفي ارضنا. فنحن عارفين الحاجه دي، لكن يجب عليكم انكم ما تقعوا في اي عمليه بتاع اخطاء الميليشيا او اخطاء الغير، لانه هم دارين يسرقوكم بالاداره. فلذلك زي القحاحيط وزي السجم اللي بيتكلموا ديل ديل صح عليك سايمات، انتوا الان في قضيه وطنيه، انتوا الان في وطن بتحموا في وطن كامل متكامل، الان انتوا الان بتضحوا بالغالي والنفيس على اساس الدوله السودانيه تبقى، على اساس الدوله السودانيه تبقى. فما تلتفتوا، ما تلتفتوا ولا تشتغلوا ولا تردوا، خلونا نحن نرد، نحن نرد اليوم، نحن القادرين تماما نرد بالإنابة عنكم، نحن القادرين نوقفهم في حدوده، نحن لما نحن ما نرد بعدين تعالوا رد. لكن انتوا الان بتقوموا بشيء شيء عظيم، شيء كبير على مستوى ارض الواقع، انتوا بتدافعوا عن السودان، بتدافعوا عن الارض، بتدافعوا عن العرض. الكلام ده لازم تفهموه، لازم تعرفوا تماما، عشان كده نحن عارفين سياستهم الان الخبيثه اللي دايرين يشتغلوكم بها. والله ما شارع بحري، ما بحري فقط الممكن او شارع واحد يسمى باسمكم، والله المعركه دي الان بعد تقيف
والله حيتكرموا شهداءكم وشهداء كل الشعب السوداني حيتم تكريمه، وحتتسمى الدولة السودانية بكل شوارعها بأسماء الشهداء وبأسماء الناس الضحوا. أصله شنو يعني؟ ولا حاجة يعني. كون ذاته الآن يسموا شارع واحد، أنا شايفه بسيط في حقكم والله، والله بسيط في حقكم. كون يسموا لكم شارع واحد باسمكم، ده ذاته بسيط. لكن أنا بقول لكم ده ما وقته أساسا. لأنهم الآن لما قلتوا الكلام ده بدوا يدوروا فيكم بإطار تفاصيل كثيرة جدا جدا. لذلك أنا عارفكم أنتوا لا دارين يسموا شارع ولا دارين، والكلام ده اتقال بس اتقال، مجرد كلام اتقال. لذلك نحن بنقول لكم وحنعيد ونكرر، أنتوا أكبر مما أنكم تردوا للطروحات اللي قاعد تحصل من بعض الصعاليك ومن بعض إعلام البليشة. ما تدوا فركة، ما تدوا فركة. سودانيين أحرار زيكم الآن بيدافعوا عن الوطن والعرق، الله يطول على راسنا من فوق. حفظ الله الإخوان في كتيبة البراء، حفظ الله القوات المسلحة، حفظ الله الوطن، حفظ الله المشتركة، حفظ الله الرجال في جهاز الأمن مخابرات وهيئة العمليات، حفظ الله إخوان المستنفرين في كل مكان والمقاومة الشعبية وكل من يدافع عن هذا الوطن العزيز. ربنا إن شاء الله يحفظكم، ربنا إن شاء الله يديكم الصحة والعافية. إخوتي السودانيين في كل مكان، الناس تبشر بالخير، واستبشروا والله، استبشروا بالخير والله. المرحلة القادمة دي مرحلة بتاعت انتصار، وقواتكم المسلحة الآن يا إخواننا متقدمة ومحتاجة لكم الدعوات، ومحتاجة لعملية بتاعت دعم كبير جدا ليها بالخروج على مستوى الشوارع. في أي بتلقوا فرقة شفتوا من يوم الجمعة ده، الأسبوع ده كل الناس تطلع على مستوى الشوارع، ما بقول لك يوم واحد، أسبوع كل الناس تطلع على مستوى الشوارع تتكلم في التفاصيل دي. ربنا إن شاء الله يحفظكم. ربنا إن شاء الله يديكم الصحة والعافية. حفظ الله السودان، حفظكم الله أينما كنتم. الناس ما تنسى الشير واللايك، ما تكتروا يا إخواننا التفاعلات مع الصفحة، هي اللي بتخلينا نستمر، هي اللي بتخلينا نديكم التفاصيل وتخلينا نديكم البشريات الحاصلة. حفظ الله السودان، حفظكم الله أينما كنتم. ربنا يديكم الصحة والعافية، أبقوا طيبين، وحنتقابل بإذن الله سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.